الممثلة زندايا يا جماعة على ما يبدو انها طفشت. عندي متابعين كثير، اسمي دايم متكرر في السوشيال ميديا، الناس بتحبني كثير، المراهقين يموتوا فيني. فقالت انه خلاص انا لازم اخذ الاوسكار، ومش مرة واحدة، مرتين في نفس الفيلم. امزح، هي ما قالت كذا، بس ايش الفكرة من ام الفيلم هذا؟ ليه؟ ليه؟ يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وربي مرة منورين. وادري زمان عنكم، ولكن قطعت العيد وكذا بداية الاجازة صار في شوية لخبطة في الجدول، ولكن ما عليه، اذا انت متابعني في تويتش فانت عارف انه الامور طيبة. كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم صحة وعافية، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ما راح اطول عليكم، اخبار هوليوود بنحاول نجمع اكبر قدر من الاخبار، حتى لو في اخبار قديمة بحاول احطها برضو في الفيديو، يعني من باب ان نسوي لها ابديت وزي كذا. فلايك للفيديو لو عجبكم، ضروري اللايك، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا الموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش وقناة الألعاب. كل الأشياء راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. غير كذا اربط لحزامك، ويلا بينا نشوف شو أخبار هوليوود والأفلام والمسلسلات والأنميات وأي شيء له علاقة في إيش، في الشيء اللي تشوفه في التلفزيون أو في الشاشة أو في الجوال. جوك ما أدري إيش جوك أنت متشوف الأفلام في الجوال، بس أوكي سو يب ليتس جو. فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس اللي أنا شخصيا جلست أنتظره لسنوات طويلة يا جماعة، من يوم خلص الجزء الأول سنة 2018 الظاهر، مدري 2019، وأنا أنتظره. هم قالوا في جزء ثاني وبنشتغل عليه أربع مدري خمس سنوات، وأنا أنتظره. ولأن الفيلم يتطلب جهد عالي جدا في عمليات الإنتاج والرسم والتحريك وما إلى ذلك، فكان متوقع للجزء الثاني من فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس إنه يقدم أداء عالي جدا، وتجربة راح تكون مختلفة لكل العالم، فضلا عن انه عالم السبايدر فيرس اصلا عالم مرة رهيب ومشوق، ورحلة الاكشن فيه والاستكشاف والخيال العلمي من اروع ما يكون. ولكن يا جماعة الفيلم مثل ما معظمكم عارفين، الفيلم صار له تقريبا شهر متكي في السينما، في كل السينمات في العالم ما عدا السينمات العربية، وهذا حاجة بالعكس ندعمها ونشكر جهاتنا الرقابية عليها. فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس تم منعه في جميع الدول العربية تقريبا ودول الخليج، لانه شركة سوني ومارفل وديزني، ولكن على رأسهم سوني يعني بحكم انه عنده حقوق سبايدر مان، هي السبب في ذلك. يعني تخيل الفيلم مرة رهيب، الفيلم مرة ممتع، وهذا مش كلامي، انا ما تبعت الفيلم، ولكن معظم الاراء تقول انه الفيلم مرة جميل ورهيب ومن اروع افلام الابطال الخارقين. وكذا في نص الفيلم كذا فجأة يظهر مشهد بسيط تافه كتب على احد الجدران كذا بخط صغير: احموا الاطفال المتحولين جنسيا. الله اكبر عليك، اطفال ومتحولين جنسيا، ايش فيه؟ ايش دخل ام الاطفال في التحول الجنسي؟ ارجوكم جاوبوني يا مارفل. واحد كبر وقرر يتحول جنسيا بكيفه، ما ايش دخل اهلي فيه؟ ايش تبغوا في الاطفال يوم تستهدفون الاطفال يا اولادي اللي ماني قايل؟ قلنا تمرير اجنده جالسين تستهدفوا فيها كبار العقول، بنات اولاد وايا كان، قلنا يا عمي الله يعطينا قوة العقل وقوة الصبر والحكمة ونتمسك بمبادئنا واخلاقنا وقيمنا، بس انكم يا سني تشطحوا على الاطفال، اح عيب، عار عليكم يا شباشب يا نعول يا جزم. خلونا نفترض انه سوني انسان، صدقني تفك مخه، تفك الجمجمة، تفك ما تلاقي مخ، تلاقي جزمة. عموما الله يكفينا ويكفيكم شر هذا الزمن العجيب الغريب صراحة. عموما الفيلم تم منعه في دول عربية وفي دول الخليج زي ما قلت لكم، وعلما انه جهاتنا الرقابية ايش قالت؟ قالت لسوني: هي في مشهد مال امه لازمة مدة 10 ثواني مدري 5 ثواني، شيلوه، كذا ظهرت فيه عبارة: احموا الاطفال المتحولين جنسيا. هذا الكلام ما هو عندنا، ما هو في ثقافتنا، ما هو في قيمنا، ما هو في عالمنا الاسلامي ابدا، شيلوا المشهد البسيط هذا وبنعرض الفيلم في السينما عندنا بالعكس، يعني عادي ما في شيء، فيلم سوبر هيرو ابطال خارقين بلا بلا بلا. ولكن اصرت واستكبرت شركة سوني وقالت: لا مش راح نحذف، وعنكم لا عرضتوا، واحنا ردينا عليهم وقلنا عنكم لا شلتوا، حريقة تحرق ابو فيلمكم. ما قلت لكم يا جماعة الموضوع مش موضوع فلوس؟ ما قلت لكم الموضوع ما صار مجرد ترفيه، يلا خلي الناس تستمتع تتابع فيلم حلو في السينما ونجيب من وراه شوية فلوس عادي، بيزنس وترفيه. الموضوع ما صار زي كذا، الموضوع صار ابعد، فلوس اي نعم، ولكن الفلوس مش ضروري، عادي نخسر الفلوس في مقابل ان نمرر رسالة صغيرة: احموا الاطفال المتحولين. ايش تبغوا بعدين ترى يا جماعة لازم ننتبه، ترى الحين وصلنا لمرحلة خطيرة. زمان نتفليكس تسوي مسلسلات افلام رخيصة، افلام رخيصة تقييمات تبن، بس ايش يزحلقوا لك رسائل، الهدف منها زحلقة رسائل، المدري ايش المدري ايش المدري ايش، وكنا نقول يا عمي فيلم تراب تبن وخلاص حريقة تحرق ونسحب عليه وخلاص، ننتقد ما ننتقد ايا كان. الحين الموضوع لا، جيب فيلم قوي، فيلم قوي الناس منتظرته ومتحمسة عليه وخسرانين عليه 200 مليون مدري كم،
ومرر في أجندة، أضرب عصفورين بحجر، جيب فلوس ومرر أجندة. الله أكبر عليك، الله أكبر عليكم يا شيخ. عموما صراحة شكرا لحكوماتنا وشكرا لجهاتنا الرقابية صراحة، الله يحمي أطفالنا وبناتنا إن شاء الله ويكفيهم من كل سوء. عموما حريقة تحرقكم يا سوني، وألقموا عنكم لا عرضتوا الفيلم عندنا، ووفروها في جيبكم يا حبيبي، الأجندة حقكم دي وفروها في جيب. عموما يا جماعة الفيلم، فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس، حقق إلى تاريخ هذا الفيديو في أسبوعين تقريبا حوالي 570 مليون دولار أمريكي، علما انه ميزانيته بالضبط هي 150 مليون دولار. وتقييمات الفيلم يا جماعه بغض النظر عن الرساله التافه هذه اللي حاولوا يمرروها، الفيلم ترى قصته جدا رهيبه، الفيلم قصته وعالم جدا رائع. تقييمات الفيلم الى الان تقريبا 9 من 10، يعني 8.9 من 10، وعدد كبير من الناس مقيمينه، يعني صعب جدا ينزل الرقم هذا او ينزل التقييم هذا. فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، فيلم بطل لولا اولادك كلب سوني اللي خربوا على امنا العيد ولا كان بنشوفه مع الناس. وبالحديث عن مارفل وديزني يا جماعة، مع فيلم كابتن أمريكا الجزء الرابع تم الانتهاء من تصويره رسميا، واللي راح يكون بعنوان كابتن أمريكا نيو وورلد أوردر. وبكذا يا عزيزي الوجيه كل اللي علينا ننتظر بحيث نشوفه بمشيئة الله سنة 2024، وبالتحديد في شهر يوليو. إلا لو ولاد الكلب يعني حبوا يمرروا أجندة ما راح نشوفه. الله أكبر الله يقلع أم الأجندة ويقلع أم خلوني ساكت خلوني ساكت يا جماعة، اليوتيوب ممكن حساس كمان يرجعوا قلوبي. وموسم ثاني من لعبة الحبار أو سكويد جيم قادم رسميا، وبطل السلسلة يا جماعة لعله عرف لهم قال لهم تبوا موسم ثاني وتنادوني انا كمان ايوه ايش تبوا كمان؟ قال لهم ايش يا جماعه اوكي ما عندي مشكله مع موسم ثاني، ولكن جيب يا مدير 1 مليون دولار لكل حلقه. قالوا له شنو؟ قال لهم ياب زي ما سمعتوني 1 مليون دولار لكل حلقه، 10 حلقات يعني 10 مليون، 5 حلقات يعني 5 مليون. بيني وبينكم يا جماعه والله من حقه، من حقه من أبسط حقوقه، لأنه بعض المصادر تقول إن نتفليكس بعد ما عرضت سكويد جيم أو لعبة الحبار الموسم الأول على منصاتها حول العالم حققوا أرباح من وراه حوالي 900 مليون دولار. كيف جابوا الأرباح هذه؟ في طرق كثيرة، مو شرط يعرض في السينما ولا في التلفزيون، عندهم طرق كثيرة من ضمنها أنهم يروجوا للمنصة والناس تشترك لي عشان يشوفوا هذا المسلسل، فليش لا؟ فتسعمائة مليون دولار أمريكي مقارنة بواحد مليون دولار لكل حلقة كلام فاضي، واشوفها من ابسط حقوقه، واطلب مليون، واشوف انك تطلب مليونين كمان بتكون حاجة كويسة. عموما يا جماعة بمشيئة الله تعالى راح نشوف الجزء الثاني من لعبة الحبار في سنة 2024، وهذا الكلام مش اكيد للحين، هو تاريخ متوقع ومقترح، ممكن يتقدم ممكن يتأخر الله اعلم. انا افتكر يا جماعة زمان الكاتب صرح تصريح، كاتب سكويد جيم هو كاتب مرة ممتاز ورهيب، وقال انه ما راح يكتب جزء ثاني لسكويد جيم او لعبة الحبار الا اذا تأكد ان عنده الدعم المناسب والفريق المناسب اللي يساعده في الكتابة، بحيث ما يكون الموضوع مجرد حلب واستهبال وتطلع القصة بيض. فأتمنى انه هذا الشيء بالفعل حصل، والجزء الثاني من سكويد جيم ما يكون مجرد حلب ويكون فعلا فيه قصة وفيه كتابة جدا متماسكة او على الاقل جيدة ونستمتع فيه، لانه ممكن نتفليكس تكون ابرقت له كذا بالدراهم من بعيد. ها ها كم تبغى؟ 100 مليون؟ شيل 100 مليون. ولكن لا 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 ان شاء الله ما يصير هذا الكلام ان شاء الله. وفي خبر مؤسف يا جماعة، الممثل آلين أركن توفي قبل وقت قريب جدا، يمكن قبل كم يوم، عن عمر يناهز 89 سنة. الآدمي كان جالس في بيته، كبير في السن طبعا، جالس بيته مرتاح، ولكن فجأة توقف قلبه عن النبض، واصلا الرجل اوريدي يقولون انه كان عنده مشاكل في قلبه. ولعل اشهر افلام هذا الممثل الرهيب بالنسبة لي هو فيلم أرجو وفيلم ليتل ميس سانشاين، واحد من أروع الأفلام ممكن تشوفه في حياتك، فيلم ملهم جميل مؤثر درامي مرة رائع. واللي بالمناسبة الممثل آلين أركن أخذ فيه جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. عموما الفيلم هذا أو كل الفيلمين اللي ذكرتها لكم لازم تابعوها، فيلمين مرة مرة رهيبة، وإن كانت قديمة لا تكون لي من هذاك النادي اللي فيلم قديم ترى دوبه قبل كم 10 سنوات 15 سنة، ما يعتبر قديم، ما جبت لك فيلم بالأسود والأبيض وصامت 20 يوم يا عيال، انا عارف اني مسوي 2 بس 2 0 20. المهم 20 يوم يا جماعه ونشوف فيلم اوبنهايمر في صالات السينما بمشيئه الله. شفت كيف الايام تمر يا عزيزي الوجيه؟ قلت لك انت بس بطل تحسب الايام وراح تشوف الايام تركض مثل ركض الجياد. المهم يا عزيزي الوجيه، انت ايش عندك يوم 21 جولاي؟ ما عندك شيء صح؟ نروح نشوفه في السينما سوا باذن الله. باربي؟ ها انت قلت باربي، كاني سمعتك تقول باربي. ها كذا النظام يا عيال. ها والله اشوف اكون صادق معاكم، انا
انا ناوي اتابع فيلم باربي. كلنا تقريبا نبغى نتابع فيلم باربي من باب الفضول، نبي نشوف الزحمه دي عاملينها ليه. ليه اوكي راين جوسلينج احبه، ومارجو روبي كل العالم يحبها تقريبا، اوكي بنروح نشوف الفيلم، بس ايش نشوف قبل، باربي ولا اوبنهايمر؟ انا اشوف يعني من باب الانصاف لكريستوفر نولان نروح نشوف باربي، علشان اذا طلع الفيلم ابو كلب وزك، وغالبا بيكون فيلم عادي تجاري، عشان اذا طلع الفيلم سيء او تعبان وكذا ملوث بصريا، تخرج من باربي تخش على اوبنهايمر، تنظف عيونك، تنظف اذانيك، تشوف سينماتوغرافي نظيفه، تشوف تمثيل اسطوري، تشوف حاجه رائعه اخراجيا، تشوف موسيقى او الموسيقى أو حتستمتع. شوف فيلم باربي بعدين شوف اوبنهايمر، لا تسوي العكس ارجوك. ها اوبنهايمر ينظف مخك من التلوث البصري اللي ممكن تشوفه في باربي. هذا لو عرض عندنا اصلا اكيد فيها جنده وقلت حياه وممكن ما يتعرض. لا اقول لكم يا جماعه ايش رايكم نسحب على باربي، ما نتابع باربي، نسحب على باربي نروح نتابع اوبنهايمر، ندعم عمو كريستوفر نولان وكيلين مورفي والشباب، وننتظر باربي ينزل بجوده عاليه. كم كل شهرين ثلاثه ايش المشكله، ننتظر صح. المهم اعلنا من ذا الكلام، بعد 20 يوم باذن الله موعدنا مع فيلم اوبنهايمر في صالة السينما، أكبر شاشة، لازم في أكبر شاشة نشوفه. وفيلم المخرج المهووس بالتوازن البصري ويس أندرسون، واللي راح يكون بعنوان أسترويد سيتي، راح ينزل بعد 10 أيام تقريبا من موعد هذا الفيديو بنسخ أو بجودات عالية على الإنترنت، بحيث تقدر تشوفه من البيت، من الجوال، من التلفزيون، أيا كان. ولكن الأهم من هذا كله، هل تدري إنه هذا الفيلم قد يكون آخر أفلام المخرج ويس أندرسون وبعدها بيعتزل؟ يا طيب هل تدري انه ويس اندرسون في هذا الفيلم بنى مدينة كاملة، مش مدينة بمعنى مدينة زي المدن الكبيرة، بنى مدينة صغيرونة زي كده في احد المناطق الفاضية في اسبانيا فقط علشان يقدم فكرة الفيلم مثل ما يبغى هو، وهذه مي اول مرة يسويها في اكثر من افلام، دائما يحاول يبني مواقع تصوير كده بشكل مميز جدا علشان تخدم الافكار اللي في راسه ويخرجها بالشكل المطلوب. فبعد 10 ايام تقدر تشوف فيلم ويس اندرسون من البيت أو من أي مكان، لأنه بينزل بجودات عالية. وفيلم إنديانا جونز الجديد يا جماعة توفر في صالات السينما وتقدرون الآن تتابعون. ولكن قبل ما تتابعونه يا جماعة أحب أقول لكم لا تقرأوا آراء النقاد عن الفيلم، روحوا تابعوا الفيلم واحكموا بنفسك. أغلب الجمهور حسب ما قرأت مرة مبسوطين وعاجبهم الفيلم ويشوفوا أنه كويس ومناسب ويصلح للمشاهد، بالذات الفانز، فان سلسلة إنديانا جونز قاعدين يطبلوا له، مش تطبيل مبالغ فيه، ولا قالوا انه الفيلم مره عظيم، بس قالوا انه الفيلم ممتع واستمتعوا فيه وخلاص. انا قاعد اقول لك الكلام هذا لانه في عدد مش قليل من النقاد جالسين ينتقدوا الفيلم بطريقه كده هجوميه اكثر من اللازم، يخليك تشك في مصداقيتهم صراحه. فانا للامانه مش فانز لسلسله انديانا جونز، ولكن اعرف انه السلسله هذه كبيره ولها فانز كبير سواء في العالم العربي او في العالم الغربي او وين كان. روحوا تابعوا الفيلم، ما عليكم من اراء النقاد، لانه فعلا واحيانا وفي معظم الاحيان راي الجمهور يكون افضل بكثير من رأي النقاد المتشددين واللي مسوين محنكين وأزعجوا أمنا. طيب عيال والله في مسلسل يعني نزل الظاهر السنة الماضية أو قبل سنتين مرة مسوي ضجة الحين بعد ما نزل الموسم الثاني منه وانتهى تقريبا، وأحس إنه يحتاج لنا نعطيه فرصة، فإيش رأيك أنا وإنت بحكم إننا شفنا الفيديو ذا مع بعض نعطي هذا المسلسل فرصة ونبدأ نتابعه مع بعض. اسم المسلسل The Bear، وأنا للأمانة عندي سبب رئيسي أبغى أتابع المسلسل علشانه، بسبب بطل مسلسل شيمليس. اوه يا شيمليس زمان، ذكريات اشياء كثيره تقلبت في راسي بمجرد ما اقول شيمليس. فاذا انت تبحث عن مسلسل، انا حاسس اني كذا حشرتك معايا يلا نبدا نتابعه. لا، فاذا انت تبحث عن مسلسل جميل او حاجه جديده تتابعها، جرب تابع مسلسل The Bear، كوميديا ودراما، ويفترض انه معظم الجمهور وحسب ما قرات قاعدين يمدحونه ويقولون انه مسلسل مره رائع، والموسم الثاني منه اللي نزل قبل فتره يقولون مكسر ام الدنيا. انا ما اعرف شيء عن المسلسل ولا اعرف قصته، فبروح اتفاجئ وافاجئ نفسي ونشوف ليش مسلسل The Bear مكسر الدنيا وماخذ تقييمات مره عاليه. وبالحديث عن المسلسلات الجديده يا جماعه، مارفل قبل اسبوعين اطلقت اولى حلقات مسلسل Secret Invasion. والله زمان كنت اتساءل Secret Invasion كيف يعني ايش بتكون فكره الفيلم او المسلسل، ولكن بعد ما تابعت الحلقة الأولى من مسلسل Secret Invasion اكتشفت إنه اسم المسلسل مرة منطقي ويخدم القصة بشكل مرة رهيب. عموما يا جماعة أنا تابعت الحلقتين اللي نزلت من هذا المسلسل، وللأمانة أحب أقول لكم إنه مارفل بدت تغير اللعبة شوية. تخيلوا إنه مسلسل لمارفل ما في كوميديا لايك زيرو نان، يمكن 99.9% ما في كوميديا. مارفل جالسة تتعامل مع المسلسل هذا بشكل مختلف، معطيته كده أجواء جاسوسية،
أكشن عكس شي هولك الله ينكب من مسلسل. ما في استهبال، ما في خرشات، ما في سبهللة، شيء كذا دارك، شيء مرة يحسك كذا إنه مارفل قاعد توريك الجانب المظلم منه. غير كذا يا جماعة المسلسل واضح إنه راح يكون له دور مرة مهم في عالم مارفل أو في قصة مارفل أو في المرحلة الجديدة لمارفل، وأنصح كل شخص محب لمارفل إنه يتابعه في أقرب فرصة. بطل شغل التجميع، حجمع 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 وآخر شيء تسحب. المسلسلات القصيرة تبع مارفل أفضل إنك تتابعها لأنها كلها 6 حلقات، أو هذا المسلسل بالتحديد 6 حلقات، نزل منه حلقتين باقي 4، تابع الحلقتين وخش معنا الأسبوع الجاي في الثالثة وهكذا. ولا تتوقع حاجة مرة عظيمة من المسلسل، لا ترفع طموحاتك مدري وين. مسلسل كويس جيد تستمتع فيه تنبسط فيه وتقفل الليلة وتكمل ارتباطك في عالم مارفل. هيا خذ عندك هذا الخبر العجيب الغريب اللي ما أدري وش يبغى. أكاديمية الأوسكار أعلنت مجموعة أسماء كثيرين، ممثلين مخرجين كتاب بلا 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 بلا، ضمن قائمة أو أعضاء أكاديمية الأوسكار اللي قد يشاركون في تقييم وترشيحات أفلام الأوسكار في المستقبل. ومن ضمن الأسماء اللي أعلنوها حوالي 39 عضو جديد في أكاديمية الأوسكار، كان في اسم مغنيين، اسم اثنين مغنيين، The Weeknd وتايلر سويفت. أوكي تايلر سويفت عنده تجارب كويسة في التمثيل، ممكن نقدر نقول تمشي الحال، بس The Weeknd إيش يبغى The Weeknd؟ بكرة The Weeknd يقول لك ده الفيلم يصلح الأوسكار ولا ما يصلح؟ أحا إلى عين يا الأوسكار، إلى عين يا الأوسكار، خذوني أنا، ماهر موصلي، محمود مهدي، أسماء كثيرة تقدروا تضيفوها للقائمة، وبالمرة إيش تبررون موضوع التنوع العرقي اللي عندكم. إيش يبغى The Weeknd وإيش تبغى تايلور سويفت في أكاديمية الأوسكار؟ خلوهم يغنوا في الغناء، حيطربوكم وينبسطوا ويجيبوا جرامي كمان. أقسم للأكاديمية هذه جوه غريب. عموما أعضاء أكاديمية الأوسكار وصل عددهم إلى حوالي 10,000 عضو، وجزء كبير منهم يمكن 6,000 أو 7,000 شخص يشاركوا في تقييمات أو ترشيحات الأوسكار. فإذا شفت فيلم في المستقبل فاز بالأوسكار، اعرف إنه الأسماء هذه شاركت في ترشيح هذا الفيلم للأوسكار وقالوا إنه هذا يستحق الأوسكار. والحين أضافوا لهم مين؟ The Weeknd وتايلور سويفت. حلو حلو يا أوسكار، قلنا لكم من 2013 اسحبوا على الأوسكار. 2013 إلى 2017 السنة اللي أخذ فيها ليناردو كابريو الأوسكار، أنا هناك صار الأوسكار لا يعني لي شيئا، صار كذا مجرد تحصيل حاصل، مين فاز أوكي عندي أفلام ثاني في بالي. ومئة يوم تقريبا على موعد صدور أحد أهم أفلام السنة، فيلم المخرج مارتن سكورسيزي والنجم القدير والرهيب والأسطوري ليناردو دي كابريو، فيلم Killers of the Flower Moon. فيلم راح يكون أحد أهم إذا لم يكن أهم فيلم من أفلام السنة. سجل عندك موعد الفيلم بإذن الله بعد 100 يوم، غير أنه راح تجيك تحديثات مني في المستقبل لا تشيلها. ورسمياً يا جماعة خبر مرة مرة حلو، بالذات الناس كثير عرفهم في جدة يعاملون فيلم فينوم معاملة فعالية، كل خميس يروحوا يتابعوا فيلم فينوم الأول ولا الثاني، والله ما أدري جوهم، مبسوطين الله يديم البسط عليهم، بس حلبوح حلب الويل. يلا يا جماعة بنروح البيت، ليش نتابع فيلم فينوم يا عيال؟ يا ارحموني، والله ما امزح، والله العظيم ما امزح. قبل كم يوم تم البدء في تصوير الجزء الثالث من سلسلة افلام فينوم، بحيث نشوفه متى ان شاء الله يا وجيه، بحيث نشوفه السنة الجاية ان الله اعطانا سنة 2024، وبالتحديد في شهر اكتوبر. حلو قوي. في خبر غريب جدا يا جماعة، وصراحة آخر شيء كنت متوقع أسمع قبل فترة مش بعيدة، يعني تم القبض على صاحب موقع إيجي بيست. تعرفون موقع إيجي بيست؟ ياب موقع قرصن كل الأفلام العربية الأجنبية الإندية اليابانية، يا واد ما في أي شيء ما قرصنه. تم القبض على صاحب موقع إيجي بيست في مصر، ويقال إنه جمع من موقع أو سلسلة مواقع إيجي بيست ومواقع ثانية أكثر من 5 مليون جنيه مصري، يعني ما يعادل 600,000 ريال سعودي، مع اني كنت متوقع اكثر صراحة. المهم والغريب والاغرب من هذا كله انه تم القبض عليه بس المواقع ما زالت شغالة. ياهو ياهو، انتم من جدكم؟ والله يقولون ان المواقع ما زالت شغالة، انا ماني داري، ولكن يبدو انه something fishy. ها عاد في بداية الفيديو تقريبا تكلمنا عن فيلم اوبنهايمر وفيلم باربي صح، وان كل الفيلمين راح ينزلون في نفس الوقت وراح تصير مضاربة بينهم. فاحب اقول لكم يا جماعة انه في حاجة غريبة صارت قبل كم يوم، مخرجة فيلم باربي بطلت فيلم باربي اللي هي مارجو روبي راحوا حجزوا تذكرتين لفيلم اوبنهايمر. ياب حجزوا تذكرتين، حجز مسبق زي كذا، وقالوا بنروح نشوف فيلم اوبنهايمر. من انت مصدقني؟ تحسبني استهبل صح؟ اتفضل شوف الصورة هذه. واضح انه المخرجة كده حست انه المنافسة صعبة، باربي واوبنهايمر كيف نسوي علشان نضمن انه الناس يشوفوا الفيلمين يعني وما يسحبوا على فيلمنا، فخلينا احنا نشوف اوبنهايمر بحيث الناس يتحمسون يقولوا اوه مخرجة فيلم باربي شافت فيلم اوبنهايمر يلا نروح نشوف فيلمها. حركات التسويق هذه ما تمشي علينا يا حبيبي. ها بس صراحة حلوة، مبادرة طيبة، مبادرة طيبة. ها توك تقول ما تمشي علينا حركات، يعني مشت عليك، مشت عليك يا وجيه.
وعلش انا اوريكم يا جماعه قديش الوقت قاعد يركض ركض الجياد مثل ما قلنا. فيلم دون الجزء الثاني باقي له بس 4 أشهر ونشوفه في صالات السينما بمشيئة الله تعالى. وكمان نزل له إعلان في اليوتيوب تقدرون تشوفونه في أي وقت لو حابين. أنا عن نفسي ما أحب أشوف تريلرات أكثر من اللازم. تريلر واحد تشوفه قبل الفيلم بفترة معينة وخلاص يكفي. أكثر من كذا بالنسبة لي يصير مبالغة يعني في التشويق، ما يحتاج. الفيلم كويس وأنا استمتعت بالجزء الأول، بنتظر الجزء الثاني وبشوف. وفي حال إنك ما شفت الجزء الأول من فيلم دون وتحب الخيال العلمي والفانتازيا والأشياء اللي فيها كده شوية لحسة مخ ومن عارف إيش، لا يفوتك فيلم دون الجزء الأول. فيلم رائع 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 رائع. والجزء الثاني قريب بعد 4 شهور يصير إيش، تشوف الجزء الأول ومن ثم تيجي معانا في السينما ونشوف الجزء الثاني مع بعض. وختاما يا جماعة، الممثل الرهيب جيمي فوكس وقبل فترة مش بعيدة وأثناء تصويره لفيلم الأكشن اللي اسمه Back in Action واللي بتشارك في بطولته الممثلة المعتزلة اللي عادت من اعتزالها كاميرون دياز، الآدمي فجأة طاح بوم سقط مغشيا عليه. يا ولد يا هو الادمي ايش فيه يا الطيب، شيل ودي مستشفى. الا والله يوم راح المستشفى قال لك الادمي جاته جلطة في الدماغ صار مشلول وصار اعمى. الكلام هذا الى الان ما في شيء رسمي ودقيق 100%، كله كلام صحف واهله وعائلته اصدقائه متكتمين على الموضوع. الولد كيف طمنونا على جيمي فوكس، يقول لك يا ابوي احترموا خصوصية الرجال، كل شيء وقته حلو وبنطمنكم على صحته في وقت مناسب. طيب طمنونا يا جماعة، الكلام اللي في الصحف الادمي مشلول وصار اعمى بالفعل ولا لا؟ صح الكلام ده؟ طمنونا يا ابوي، انا احب جيمي فوكس والله مرة احبه، ما قصدي اتطفل على خصوصيته. فعائلته واصدقائه ما هم راضين يجاوبوا اجابة واضحة وما زلنا في انتظار العلم الاكيد منه. الغريب يا جماعة مش هنا، الله يقومك بالسلامة يا جيمي فوكس، نحترمه ونقدره صراحة. الغريب وين؟ بعض الصحف قالت انه اللي صار لجيمي فوكس هو احد اعراض لقاح مكرونة. جينا للهبد، جينا الهبد حق بعض الصحف ذا، ليتهم ساكتين الصدق. عاد الاعلام بس يلقاله كده طرف خيط يشبه ما يحطوها في اي شيء، في اي شيء بس عشان يقلقون ام الناس ويوترونه. يعطيكم العافية يا جماعة، الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لايك الفيديو اللي عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب. كل الأشياء هذه راح تلاقيها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.